السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكة. مقاديرنا ايه؟ 3 بيضات، كوباية ونص سكر، طبعا انا هحط نص تاني، طبعا اللبن هاخد برضو كوباية، الدقيق 2 ونص، معايا باكوين فانيليا وباكو بيكنج باودر. يلا هنعملها في الخلاط. هننزل بال3 بيضات الاول. بسم الله. هحط ال3 بيضات في الخلاط كده وهنزل عليهم بالسكر. بسم الله. السكر ماشي. هنحط كمان نص كوبايه. يعني مش نص كوبايه الا ربع كده، يعني عشان يبقى ايه، احنا بنحب الحاجه محليه يعني، او ولادي بيحبوا الحاجه محليه. تمام. هنزل بقى كوبايه اللبن. كوبايه اللبن اهو ماشي. هنزل بكوبايه الكوبايه الا ربع سمنه. طبعا الكوبايه اللي انا بعير بها الدقيق هي اللي بعير بها السمنه، وهي اللي بعير بها كل حاجه، هي اللي بعير بها السكر، هي اللي بعير بها السمنه، هي اللي بعير بها اللبن. الكوبايه هي يعني. هنزل بكوبايه الا ربع من السمنه اهي اهي، كوبايه الا ربع. ماشي. هنزل بقى بايه، باكل بيكنج باودر، قصدي الزيتون الفانيليا عشان زفرت البيض. في تركه كمان هعملها بس ايه في الاخر خالص عشان تخلي الكيكه بيضه وهشه وجميله، متبقاش من جوه كتمه. حواريش الخليط كله، المكونات كلها ضربناها في الخلاط. بصوا بقت ما شاء الله كريمي، الله اكبر عليها ما شاء الله. نزل بقى كل اللي في الخلاط عشان خساره طبعا، يعني ايه بصراحه، يعني حرام ان انا اسيب حاجه من الخليط ده، من المكونات دي كلها في حاجه في الخلاط. طيب تمام. ايه بقى التركه بتاعتي؟ التركه بتاعتي ان انا هنزل بالنص ليمونه دي، شايفين اهي على الخليط، بصوا نص الليمونه دي شايفين، اعصرها كلها على الخليط. هنزل بقى بايه؟ هنزل بالدقيق. طبعا انا نخلة الدقيق ده مرتين، نخلاه مرتين، هنخله تاني برضو، هنخله تاني، هنزل بيه على ال على ال على الخليط اللي هو البيض واللبن والسمنة والزيت والفانيليا واللبن، هنزل كده كمان، بنخله كمان مرة اهو. انا نخلاه دي المرة التالتة، لو انت عايزة الكيكة بتاعتك ناجحة وهشة انخليه، مش هنزل بيه كله، كل ما انزل بشويه هنخلهم واقلب اقلب اقلب على اتجاه واحد، مش كده يعني، اتجاه واحد، اقلب من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت كده. عشان الهواء اللي في الخليط ما يروحش. هفضل كده اجيب من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت. هنزل برضو بايه؟ بشوية دقيق كمان هنخلهم.
كل ما انزل بشويه انخلهم. ليه؟ عشان الهواء اللي في الدقيق بيخليها اسفنجيه وهشه. انا مش عاملاها اسفنجيه على فكره، انا عاملاها كيكه عاديه خالص. طبعا كلكم بتعملوا الكيكه احلى مني بكتير، يعني احسن مني وافضل مني بكتير. طبعا انا حاطه في الدقيق البيكنج باودر وذره الملح، يعني المكونات الجافه مع بعضها حطيتها كلها مع بعض، اللي هو البيكنج باودر وذره الملح. اما الحاجات السايله بقى اللي حطيتها قدامكم في الخلاط، الثلاث بيضات وكوبايه اللبن وتاني يا ام كريم والسمنه، كوبايه الا ربع من السمنه. بصوا بصوا ما شاء الله، شايفين يا جماعه؟ شايفين القوام؟ الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني الله اكبر عليها. عايز اقلب كتير، انا بقلب برضو اتجاه واحد، ما بقلبش، ما بجيب من فوق لتحت من فوق لتحت اهو. شايفين القوام كريمي؟ عندي كمان حبه دقيق اهي هحطها اخر حبه معايا اهي. بس بالله عليك تخش تصلي على النبي، اشتركي في القناه لو انتم ما اشتركتوش، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد او اي فيديو انا بعمله او اي وصفه توصل لكم حضراتكم تشوفوها. طبعا هندخلها الفرن على درجه حراره 140 180 قصدي، سوري اسفه 180 درجه حراره 180 ماشي. طب ماشي، انا هقلبها كده واصبها في الصينيه وهرجع لكم. طبعا انا مبطنه الصينيه اهي بالسمنه والدقيق، لازم ابطن الصينيه بالسمنه والدقيق عشان الكيكه بتاعتي لما تستوي اعرف اقلبها تتقلب بسهوله. طيب انا هصبها في الصينيه وهرجع لكم تاني. وبكده حبايبي نكون احنا عملنا الكيكه، بسم الله ما شاء الله طلعت جميله اهي زي ما حضراتكم شايفين اهي ما شاء الله عليها. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ويا رب تكون الكيكه بتاعتنا سهله وبسيطه تكون عجبتكم وجربوها بالله عليكم. وانتوا شايفين ما شاء الله طالعه بسم الله ما شاء الله، طبعا هي لسه سخنه. طبعا انا هسيبها لما تبرد وهقطعها. شوفوا وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.